لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي هاتفيا الدكتور غفون اليامي، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. دكتور غفون، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. مساء الخير أستاذ فيصل، وأحييك وأحيي جميع العاملين والمشاهدين في قناة الإخبارية برنامج 120 دقيقة، وشكرا على هذه المداخلة وإتاحة الفرصة للحديث حول هذا الموضوع. الله يحييك دكتور، خليني أبدأ معك سؤال عام. ما هو التحرش والأفعال الدارجة ضمن جرائم التحرش؟ لا طبعا فعلا، يعني قبل ما نتحدث عن يعني أو التعليق حول تحديث هذا النظام، يتعين بأن نعطي المفهوم أو المدلول لهذا المصطلح، لأنه طبعا تتحدث عن جريمة، ويعني جريمة التحرش تعتبر أحد فروع القانون الجنائي الذي يعني يرتكز على مبدأ بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نظامي، ولذلك يحتاج تحديد المفاهيم والمحددات يعني من ناحية العناصر والخصائص لهذا المفهوم، حتى يعني يتم تكييفه لغرض تطبيق أحكام هذا النظام. ففي مفهوم التحرش حسب يعني تعريف المادة الأولى لنظام مكافحة جريمة التحرش، تم تحديد هذا المفهوم بأنه يعني يقصد به كل قول أو فعل أو إشارة يعني ذات مدلول جنسي تصدر من شخص اتجاه شخص آخر، ومن شأنها طبعا أن تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت. طبعا بأي وسيلة كانت يعني يشمل في ذلك يعني وسائل التقنية الحديثة أو أي وسيلة من وسائل التواصل. نعم. فمتى ما توفرت هذه العناصر في أي فعل أو قول أو إشارة، نكون هنا أمام يعني فعل مجرم، وهو فعل التحرش، ويكون مستوجب للعقوبة بحكم بأحكام هذا النظام. مدى مساهمة تضمين التشهير يا دكتور كعقوبة التحرش في حفظ حقوق الإنسان، وخلنا نكون بشكل أدق حفظ حقوق المرأة أيضا؟ طبعا هذا النظام وكغيره من الأنظمة الحقوقية والأنظمة الجنائية يعني هي في الأصل تجرم وتعاقب، وهذا من شأنه يعني حماية الأشخاص المعنيين بالحماية. فهذا النظام طبعا يعتبر من الأنظمة التي تحمي الحقوق اللصيقة بالشخصية، بمعنى أنها تحمي الشخص في كيانه المادي وفي كيانه المعنوي. لما أقول كيانه المادي أقصد بكيانه الجسدي، لأنه لا يتم الاعتداء عليه جسديا أو معنويا بشكل يعني يؤثر على كرامته أو شرفه أو سمعته. ففي هذا النظام طبعا يعني هدفه الأساسي مكافحة جريمة التحرش وكذلك أيضا الحيلولة دون وقوعها. فهذا النظام طبعا دوره دور وقائي ودور يعني عقابي أو علاجي، يعني في حالة أنه تمت يعني هذه الجريمة، من خلال طبعا تطبيق العقوبة على المرتكب وحماية المجني عليه، وهذا من شأنه بأنه يعني يؤدي إلى صيانة لخصوصية وحفاظ خصوصية الفرد وكرامته الشخصية، من خلال طبعا وحرياته أيضا اللي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في دكتور غفون، الآن هل التشهير يعني بيكون ضد أي متحرش يثبت عليه القطعية بأنه متحرش سوف يكون هناك تشهير، ولا لا له نظام آخر؟ طبعا المادة السادسة أشارت إلى العقوبات في التحرش، والمادة هنا فيها كان في السابق فيها فقرتين. الفقرة الأولى بأنها يعني تحدد العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين وغرامة 100,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين. الفقرة الثانية وهي تغلظ العقوبة بحيث أنها حدد الحد الأقصى للعقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة لمبلغ يعني قد يصل إلى 300,000، طبعا هذا كحد أقصى، أو بإحدى هذه العقوبتين. في التعديل الجديد أضيفت الفقرة الثالثة التي تضمن جواز تضمين الحكم الصادر بنشر ملخص هذا الحكم، ولكن بعد اكتساب صفة القطعية. طبعا التشهير هنا هو ليس حتمي، بل هو مسألة جوازية طبعا من نص النظام، حيث أشار إلى أنه مسألة جوازية، وهنا السلطة التقديرية فيها
تعود إلى قاضي الموضوع في المحكمة الجزائية. فليس بالضرورة بأنه يعني يطبق على يعني في ما يتعلق بالفقرة الأولى أو بالفقرة الثانية، ولكن من تسلسل هذه الفقرات في المادة السادسة قد يلجأ إليها القاضي في حالة يعني العقوبات المشددة، لأنه في العقوبات الجسيمة تكون فيها الجريمة يعني تحرش، ولكنها في حالات معينة، يعني مثلا في حالة العود إلى الجريمة، أو في حالة أنه كان المجني عليه يعني طفلا، أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان برضو للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو في حالات أخرى يعني سردها النظام، يعني مثلا إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو مكان دراسة أو إيواء أو رعاية، ويعني أيضا يعني في حال أنه كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان يعني المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي، أو يعني في حكم هذه الحالات، وكذلك إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، هذه الحالات تعطي تغليظ للعقوبة وقد يتم تضمينها في التشهير. هنا دكتور غفون، الحالات اللي ذكرتها قبل شوي هذه أيضا لا تضمن التشهير بالمتجاوز أو بحق من عمل أحد هذه الجرائم. نعم، لأنه أستاذ فيصل لما نعود إلى الفقرة الثالثة اللي هي مستحدثة في النظام تشير إلى أنه يجوز، وهذا يعني جوازيا وليس حتميا، بمعنى أنها يعني ليست يعني مرتبطة يعني ارتباط مباشر بأنه أي فعل تحرش سيكون هنالك تشهير فيه، هنالك تدرج وهنالك تقييم وتقدير من قبل قاضي الموضوع. يعني القاضي هو اللي بيقدر هذا النظام أيضا، هذا التقدير طبعا القاضي يقدره، ولكن يعني وفق معطيات ووفق محددات يعني تكون يعني من وقائع القضية المعروضة أمامه يعني. طيب بالنسبة لنظام مكافحة التحرش، نظام مكافحة جريمة التحرش، هل يضمن هذا النظام حق للجنسين، بمعنى أنه أيضا التشهير هذا إذا كانت مرتكبة الجريمة امرأة، هل أيضا هذا قد يؤدي إلى التشهير باسمها؟ طبعا يعني نص النظام يعني وفي بالأخص بالتحديد في المادة الأولى بأن أشار إلى أنه هذه الأفعال أو هذه الأقوال أو هذه الإشارات ذات المدلول الجنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، فالمصطلح هنا في عمومه يعني في نطاقه الواسع، قد يكون المرتكب الجريمة يعني ذكر أو أنثى، وكذلك أيضا الضحية، فيعني ما ينطبق على يعني الرجل ينطبق أيضا على الأنثى في هذا الحال، لأنه النص هنا في عمومية لم يخصص فقط على جنس دون الآخر. جميل، كيف ترون دكتور التطور الملحوظ في النظام العدلي بالمملكة، وأيضا هل لهيئة حقوق الإنسان دور يا دكتور في تعزيز هذا النظام؟ طبعا يعني في مسألة التطور يعني في النظام العدلي في المملكة وكفالة حقوق الإنسان المملكة، ولله الحمد يعني ماضية في مسيرة إصلاحية على كافة المستويات، ويعني لعل من أبرزها يعني الإصلاحات التشريعية يعني اللي بدأتها المملكة في يعني إطار يعني منظومة إصلاحية تبنتها طبعا رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030، وهذه بكل تأكيد يعني تهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة وتعزيز حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة، كذلك أيضا إلى تعزيز النزاهة و الارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان. طبعا هذه الإصلاحات الحديثة هي تعتبر يعني خطوة مفصلية في مسيرة الإصلاحات التشريعية، وهذه تضاف أو تعمل بالتوازي مع سابقاتها التشريعية أو الأنظمة الأخرى يعني المتعلقة بنظام الإجراءات الجزائية، نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، نظام القضاء، نظام التنفيذ، نظام المرافعات الشرعية، كلها يعني تعتبر بمنظومة متكاملة عدلية تحفظ الحقوق وتحفظ يعني
سلامة تطبيق الأنظمة ويعني سيرها في إجراءات عادلة ومتوازنة. طبعا الهيئة يعني فيما يتعلق بالهيئة، الهيئة بكل تأكيد لها دور في كل هذه الأدوات أو في كل الأدوات النظامية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من ناحية المبادرات التي تقدمها الهيئة في مجالات تنظيمية، في مجالات رقابية، في مجالات التوعية والتثقيف، في المجالات الميدانية والتنفيذية. فمثلا على مستوى التنظيمي يعني الهيئة لها دور في إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان. جميل. أيضا يعني كذلك لمراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها. نعم. بجانب الرقابي يعني من ناحية تأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة ومتابعة الجهات واضح الحكومية. واضح دكتور. ما يخص الصكوك الدولية.